السلام عليكم، أهلا بكم في تتمة شرحنا لشابتر 5 من مادتنا الحبيبة. في هذه المحاضرة سنتحدث عن Object أضيفت إلى DBMS لجعل DBMS أقدر على أداء مهمته. هذه Objects هي حاجات مألوفة بالنسبة للمبرمجين، Functions زي Methods و Procedures أضيفت إلى DBMS وأضيفت إلى SQL Language عشان تخلي الداتابيز والسيكوال حاجة أحسن، حاجة بتقدر تعمل إشي بزيادة عن اللي بتعمله سيمبل سيكوال. الفانكشنز والبروسيجرز هم عبارة عن أوبجيكتس بنضافه في الداتابيز، وكلمة فانكشن هي الحاجة اللي خطرت على بالك، هي عبارة عن ميثود وبتاخد إنبوت وفيها شوية جمل بتنفذهم، زيها زي الفانكشن الموجودة في البروغرامينج لانجويج. ممكن الواحد يعرف functions يحطهم جوه الداتابيز، ولما يحط الواحد functions جوه الداتابيز بيكون هدفه انه ينقل شويه من البيزنس لوجيك على الداتابيز. طب ليش الواحد بيلزمه اصلا انه ينقل بيزنس لوجيك على الداتابيز؟ بيلزم الواحد ينقل بيزنس لوجيك على الداتابيز لما يكون مثلا في عنده applications كتير بتستخدم نفس الداتابيز، والداتابيز هذه فيها معلومات مثلا عن الرصيد البنكي لفلان، وفي عندنا ستاند الون ابلكيشن بيستخدم هذا الداتابيز، وكمان ستاند الون ابلكيشن تاني، الابلكيشنين بيحكوش مع بعض، وانت هيك مجبور غصب عنك انك تمسك عمليه ان الرصيد ما يصيرش سالب وتعملها امبلمنتيشن جوه الداتابيز على اساس انه هذا الابلكيشن المنفصل عن الابلكيشن الثاني بيعرفش ياخذ القرار لحاله، فانت لازم تحط شويه جمل برمجيه جوه الداتابيز بتاخذ هذا القرار. وحتى لو ما كانش في عندك هذا السيناريو جوه شركتك او جوه مؤسستك او جوه الجامعه مثلا، بيكون في فائده لانه اللوجيك يكون جوه الداتابيز، ومن بعض الفوائد انه يكون في انها تكون امن، لانه لو كانت الشغلانة مخبية جوه الداتابيز فالتعديل على البروسيجر او التعديل على الفانكشن او انك تعمل حاجة وتعمل تسجيل او تعديل علامة بيكون اصعب. وبرضو بما انه الداتا مش محتاجة تطلع من الداتابيز تروح على الابليكيشن ينعمل عليها بروسيسنج وترجع من الابليكيشن الى الداتابيز، فالاشي هذا بيكون اسرع. وكمان لما تعرف functions جوا الداتابيز انت برضو بتخلي السيكوال نفسها اقوى، فبتقدر تستخدم اليوزر ديفايند فانكشن جوا سيلكت كويري مثلا. فالفانكشنز هي اضافه ثمينه واضافه منيحه للدي بي ام اس. والفانكشن هي زي ما قلنا زي لغه البرمجه العاديه، مجموعه جمل بتتنفذ ورا بعض. وفي حالة السيكوال فانكشن هي مجموعة سيكوال، هي مجموعة جمل سيكوال بتتنفذ ورا بعض. سينتاكس تعريف الفانكشن بيختلف بين دي بي ام اس ودي بي ام اس تاني. واحد من اسباب هذا الاختلاف انه الفانكشنز كانت مهمة والكوميرشال دي بي ام اس عارفة انها مهمة وكانت عاملة لها امبلمنتيشن قبل ما تفوت اصلا الستاندرد، ولما لحقوا الستاندرد بتعريف الفانكشنز كانت اغلب الدي بي ام اس اصلا عندها سينتاكس. وحتلاقي مثلا انه سينتاكس اوراكل بيفرق عن سينتاكس الاس كيو ال سيرفر لانهم اصلا عاملينها امبلمنتيشن من قبل ما تنعمل في الستاندردز. بس الاشي بسيط واي واحد بيقدر يقراه اصلا بيقدر يفهمه على السريع. الفانكشن اوبجكت، فزي ما بنعمل اي اوبجكت في الداتابيز بنعمل كرييت فانكشن، والفانكشن بترجع value، فاحنا بنعبر عن الفاليو اللي بترجعها باستخدام الكلمة اللي واضحة جدا returns، وبعدين بنكتب مجموعة الجمل اللي في الآخر هتعمل return لهذه القيمة. وبهذه البساطة، وزي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، الواحد بيقدر يستخدم الفانكشن اللي عرفها قبل شوية جوا السيكوال كويري تبعه عشان يعمل سيكوال كويري أقدر. الفانكشن لازم تاخد arguments وترجع حاجة. لما بتترجع حاجة، الحاجة اللي بتترجعها يا إما بتكون scalar value زي اللي شفناها المرة في السلايد اللي فات بترجع integer،
وممكن الفانكشن برضو ترجع تيبل. ولما بدنا نعرف فانكشن بترجع تيبل، احنا بس ببساطة بنقول create function returns table، وبنعرف شكل التيبل اللي بدها ترجعه. ولما بدنا لما يكون في عندنا tabular function او table function بترجع تيبل، احنا بنقدر نستخدمها في جملة select، نقدر نستخدمها في function تانية، نقدر نستخدمها في اللي بدنا اياه. اشي بيشبه الفانكشنز كتير اللي هو البروسيجر، والمبرمجين الجداد ما بيعرفوش ما بمرش عليهم كلمة البروسيجر كتير، بس المبرمجين اللي قبل 20 سنة أصلا كانوا هم عارفين إنه في حاجة اسمها بروسيجر اللانجوج، هي أنا بس باجي بكتب مجموعة جمل بتنفذوا ورا بعض وانتهى، ما كانش في object oriented وحاجات زي هيك. وهذه البروسيجر هو بهذه البساطة، هي مجموعة جمل بتاخد input وبتنفذ، وفي حالة البروسيجر كمان مجموعة الجمل هذه بترجعش output، يعني هي ما في شيء مش لازم عليها ترجع output. لو انت بدك اياها ترجع output بتقول له هذا الاشي out فرجع لي، بس لو بدك حاجة ما ترجعش output اكتب بروسيجر. لما بدك تكتب function ما فيش مجال تكتب function ما بترجعش اشي في السيكول، لما بدك تكتب حاجة ما بترجعش اشي بتروح تكتب بروسيجر. والبروسيجر ببساطة هو عبارة عن مجموعة جمل برمجية متتالية بتتنفذ، بتتعرف create procedure، بتتنفذ ما بين begin و end. ولما وانت بتقدر تعطيها arguments وبتقول انه هدول input إلك للبروسيجر بتحط قبلهم كلمة in، ولو بدك تاخد منه حاجة بتحط قبل ال variable اللي بدك تبصيله إياه كلمة out، ولما تبصيله ال variable اللي قبله كلمة out هو البروسيجر بعد ما يخلص هتلاقي القيمة انحسبت وانحطت في الـ variable اللي انت بصيت له اياه، يعني زي كأنها pass by reference في الطريقة اللي بنعرف في الجافا اللي احنا بنعرف. طبعا الـ SQL procedures والـ SQL functions التنين تقدر الواحد يناديهم لما يكتب SQL عادي. التنين الـ functions بس بتقدر تناديها جوا الـ select والـ where. الـ procedure عشان انه لازم تعرف له variable، ما احنا ما بنعرفش variable في الكويري لانجوج فبنقدرش نناديه في select والوير، ولكن التنين بنقدر نناديهم من الجافا. مثلا لو بدنا نعمل مشروع وبدنا المشروع تبع وبدنا الجافا تبعتنا تنادي procedure اللي هو اللي بيسجل الطالب او procedure اللي بيضيف علاوه للموظف، ببساطه بنعمل حاجه اسمها callable statement وبننادي procedure او الفانكشن. طبعا عشان تعرف مجموعة جمل بيتنفذوا ورا بعض بيلزمك انك تضيف للسيكوال قدرات انها تعمل flow control، قدرات انها تعمل loops، قدرات انها تعمل if or else، قدرات انها تعمل simple flow control عشان تقدر تنفذ البرمجة اللي بدك اياها. وهذا الاشي مضاف للسيكوال، وزي ما قلت هو implemented كان في الكوميرشال داتابيس سيستمز من قبل ما يضاف للسيكوال، فبتلاقوه مثلا مختلف شويه عن في اوراكل عن بوستجريس، وحتى الستاندرد الموجود في الكتاب بتلاقوا الاشي العملي في اللاب مختلف عنه. في هذه الامور بالذات الواحد لما بده يتخصص لازم يركز على الفيندور سبيسيفيك بروسيجرز والفيندور سبيسيفيك فانكشنز اللي بده يشتغل عليها. ومثلا مثال صغير لاستخدام function، الواحد فينا ممكن أو الكتاب مقترح إن إحنا ممكن نعمل function نسميها register student. register student هي function بسيطة بتاخد الطالب والشعبة وبتروح. إيش اللوجيك اللي إحنا بنتبعه عشان نسجل الطالب في الشعبة؟ بنفحص مثلا شرط إنه الشعبة فيها وسع، عشان نفحص إنه الشعبة فيها وسع بنروح بندور بنعمل كويري، بنطلع الكويري بنحطه في فاريبل، بنقارن ذلك الفاريبل بحاجة تانية، وبكون في عنا if else statements. هذا الكلام بنقدر نحطه جوا function جوا السيكوال جوا الداتابيز، وكله يكون جوا الداتابيز ببساطة شديدة لما نعمل create function. اللي حابب يشوف الديتيلز موجودة في الكتاب صفحة 203. طيب ايش الفرق بين الفانكشنز والبروسيجرز؟ حكينا على السريع نلخصهم انه
الفانكشن هي نفس النوتيشن تبعت الكمبيوتر ساينس، فانكشن لازم تاخد arguments ولازم تاخد بتقدر تاخد arguments ولازم ترجع return value. وحتى اصلا كل ال aggregate functions اللي احنا استخدمناهم هم مثال ل functions SQL، بياخدوا arguments وبرجعوا قيمة واحدة، وهذه مثال لكمبيوتر ساينس فانكشن، simple computer science function. البروسيجر on the other hand مش لازم يكون برجع قيمة، ممكن يكون بس باخد قيمة وبشتغل شوية شغل وبخلص. والبروسيجرز شائع مثلا انه الواحد بياخد قيمة بيعمل شغل في الترانزاكشن، اذا ضبط الشغل بيعمل كذا، اذا ما ضبط الشغل بيعمل كذا. هذا الاشي بتقدرش انت تعمله، او مش صح انك تكتب فانكشن تعمل هذا الكلام، لانه خلص ما دام انت بتكاش ترجع اشي اعمل بروسيجر وخلص. المتوقع منك لما بدك تكتب فانكشن انها تكون قاعدة بتترجع اشي نستخدمه في select، اشي نستخدمه في حاجة لما تلزم. تمام. الحاجة الثالثة اللي هي object بسيط أضيفة إلى الداتابيز عشان يخليها أقدر على أداء مهماتها، حاجة اسمها trigger. والtrigger هو عبارة عن statement مشروطة، لما يتحقق شرط الحدوث تبع هذه الstatement بتتنفذ. بس فالtrigger، كلمة trigger بالإنجليزي معناها زناد. وفي الداتابيز احنا بنتخيل انه في عندنا الزناد موجود، وفي عندنا حاجة بدها تضغط على الزناد بنسميها action، بنسميها event sorry، حاجة بدها تضغط على الزناد، حدث بده يضغط على الزناد بنسميه event. وبعد ما نضغط على الزناد في طلقة بدها تصبح في الداتابيز، هذه الطلقة بنسميها action. والتريجرز برضو انحطت في السيكوال في 1999، ونحطت متأخر شوية بعد ما كل الكوميرشال داتابيزز كانوا حاطينها. فهتلاقوا انه السينتكس تاع التريجرز بيختلف بين داتابيز وداتابيز، لانهم كانوا معمول لهم امبلمنتيشن من قبل الستاندردز. ولكن التريجر حاجة بسيطة، ببساطة التريجر هو اوبجكت بنحطه في الداتابيز وبنقول له وبنعرفه. هو تعريفه بيكون بتحديد الحدث وتحديد شرط التفعيل. يعني مثلا نشوف المثال، نقول له انت انحط جوا الداتابيس تبعتنا وخليك تفرج على الريليشن تيكس. لما يصير في حدث على الريليشن تيكس، مثلا حدث انسرت على الريليشن تيكس، افحص كونديشن. لو كان الكونديشن هذا بيحقق الشرط، او كان هذا الكونديشن تبعنا ترو، بنروح بنعمل اكشن. ببساطه اطلع على مكان وخلي اصبعك على الزناد، لما يتغير المكان انتبه له، صار في اشي جديد. الاشي الجديد حقق الشرط اللي انا كاتب لك اياه، الشرط صح، يبقى اضغط على الزناد ونفذ الاكشن. لما نعرف التريجر، الأحداث اللي ممكن نسمع عليها ممكن تكون insert، ممكن تكون delete، ممكن تكون update على table أو على certain value في table. يعني ممكن نقول إحنا listen on اسمع اللي يصير فيه update على relation takes على attribute grade، أو اطلع على relation takes كلها. وهذا كان هذا بيكون الجزء الاول من التحديد من التريجر، انه انت تطلع على الاشي الفلاني. بعدين بتحط له الشرط، اذا تحقق الشرط بتقول له اعمل الاكشن. والاكشن اللي بتعملها ممكن تكون معتمده على القيم الجديده او القيم القديمه. وهذا الاشي مش معرف انعمل في الداتابيز قبل ما يعرف في الستاندردز، فهتلاقوا انه البوستجريس بتطلع عليه بطريقه مختلفه عن المكتوبه هنا. يعني مثلا انت بدك تعمل تريجر على ريليشن انه لما يصير في تعديل على الرصيد، ممنوع الرصيد يصير اكبر من مليون. فانت بتفحص القيمة الجديدة للرصيد
بتسميها new value، والقيمة القديمة للرصيد بتسميها old row old value. ومثلا لما يصير الإشي أكثر من مليون، روح إلغي الحدث هذا. التريجر بتقدر تعامله مفهوما على إنه كونسترين أنت معرفه. لو أنت كنت عامل تريجر على الخانة هذه تاعت الرصيد إنه لما يصير أكثر من مليون اعمل شغلة، والشغلة هذه فشلت، يعني التريجر فشل، بتروح العملية اللي سببت في تعلية الرصيد برضو بتفشل، يعني زيه زي الكونسترين. تمام، كيف نعمل التريجر؟ ببساطة بنقول له create trigger، وبنحدد له الاشي اللي لازم يعمل يطلع عليه، يعني بنحدد له الايفنت. وممكن كمان نفصل في تحديد الايفنت، يعني بنقول له قبل الابديت نفذ الشغلة هذه، او بعد الابديت نفذ الشغلة هذه. ولما نكتب الكود بيكون في عنا حاجتين، ممكن نطلع على القيمة القديمة قبل عملية التنفيذ، والقيمة الجديدة بعد الحدث اللي صار. وطبعا نصل الاستنتاج بناء على الكلام المكتوب. فهذا مثلا تريجر شغلانته لما واحد ياخد كورس ويكون ناجح فيها، نروح نعدل التوتال كريدت في ريليشن ستودنت. لو طلعنا هنا بنلاقي انه التريجر هو بيطلع على ابديت اوف تيكس اون جريد، وبيتنفذ بعد الابديت. بعد ما يصير هذا الابديت بنفحص هل القيمة الجديدة اللي اجت فيها جريد مش اف. اذا كانت الجريد هذه مش اف، بنروح ببساطة بنزود التوتال كريديتس بمقدار عدد ساعات الكورس اللي نزلت في التيكس. طيب التريجرز حاجة حلوة، والناس لما تتعلم كيف تعمل تريجرز بتصير بدها تحط تريجرز في كل مكان. ولكن لما الواحد يعلم طلابه كيف يستخدموا تريجرز، لازم يقولهم إشي مهم، إنه الواحد في حاجات قواعد ذهبية في الداتابيز بتقول لك ما تستخدمش تريجرز في حاجتين. أول حاجة، إذا كانت الداتابيز بتوفر لك الشغلة اللي أنت بدك تعملها بدون استخدام تريجر، فأنت مش لازم تستخدم تريجر. يعني مثلا الداتابيز بتوفر لنا check constraint بيخلينا نحرص إنه قيمة الرصيد ما تزيدش عن مليون مثلا. فهذه الشغلة أنت بتعملها، مفروض تعملها بالcheck constraint مش بالتريجر. ليش؟ أول حاجة لمصلحتك إنه الداتابيز تكون فاهمة كل integrity constraint needs اللي بدك إياها. ولما الواحد يحط integrity constraint على جدول وانتجريتي كونسترين على جدول تاني، ويكونوا الحاجات هذول معتمدين على بعض، زي بعض الأمثلة اللي كنا بنشرحها لما شرحنا التعديل على الفورين كي والتعديل على قيمة جدول عليه تشيك كونسترين من جدول تاني. الداتابيز بتفهم لما يكونوا كونسترينز وبزيادة كمان، فهي لحالها بتعرف تلبي لك المطلوب، وهي لحالها بتعرف تختار أحسن طريقة لتلبية المطلوب. يعني مثلا لو كان التشيك كونسترين بيفحص لك إنه هل هو القيمة هذه يونيك، فالداتابيز أوتوماتيكلي بتروح بتعمل هاش ست عشان تفحص هل هي يونيك ولا لا. بس لو أنت كتبت تريجر وكتبت الكود اللي بده يفحص هل هي يونيك، التريجر تبعك لما يتنفذ بتروح يعمل كل الكود اللي بالعادة بيكون بيفحص كل الجدول وهكذا. هذا كان مثال بسيط، بس ما تستخدمش تريجرز لما يكون الداتابيز بتوفر لك الفانكشناليتي هذه بدون تريجر. نفس الاشي الداتابيز برضه بتوفر فانكشناليتي في الريدندنسي. كان كتير شائع في التسعينات انه الناس عشان تخلي في عندها داتابيزتين بيمثلوا الحالة. مثلا عندنا في الجامعة الإسلامية بدنا داتابيز في الجامعة على سيرفر الجامعة، وداتابيز برا على سيرفر برا. بروح المبرمج بيحط تريجر على داتابيز سيرفر الجامعة انه كل ما يصير عليك اكشن روحي لو سمحتي اعملي انسرت في الداتابيز الثانية. هذا الكلام زمان قبل التسعينات كانوا اغلب المبرمجين يعملوه، وكان ببطئ الداتابيزات كتير.
ولكن الداتابيزات الجديدة هلقيتها بتوفر لك أصلاً redundancy mechanisms، فأنت لو بدك تعمل redundancy روح استخدم redundancy في الداتابيز، راح نمر عليها إن شاء الله في آخر المادة. ما تستخدمش التريجر عشان تعمل redundancy. نفس المثال برضو، الداتابيز بتوفر لك إمكانية إنك تعمل maintenance للmaterialized views باستخدام السينتاكس تاع الماتيريالايزد فيو، مش باستخدام تريجرز. يعني لما بدك تحدث ماتيريالايزد فيو، ما تحطش تريجر على الجدول اللي معمول عليه فيو انه يتحدث هذا الجدول، انه يتحدث هذا الفيو، لا، روح استخدم الفانكشناليتي اللي في الداتابيز، لانه التريجر دائما الداتابيز لما بتكون بدها تنفذ جينيريك بروجرامينج لانجويج، بتكون قاعدة بدها تنفذ حاجة هي ما عندهاش عليها فكرة، ولكن بدها تنفذ حاجة هي موفرة لك إياها، تسمح لحالها تنفذها بشكل أحسن، بيلبي اللي بدك إياه أكتر وأكيد أسرع. كمان التريجر زي ما قلنا زي الكونسترين، والتريجر لما يجي الواحد يعمل أكشن، والتريجر تبع هذه الأكشن بتكون ممتازة، فش عليها أي مشاكل وبتحفظ الانتجريتي، ولكن الاكشن هذه نادت التريجر، والتريجر على هذه الاكشن راح عمل حاجه خربت الداتابيز او خربت الانتجريتي او كسرت كونسترين او فشلت لسبب ما، يعني فشلت اكشن التريجر، بتروح الاكشن الاساسيه بتفشل. فانت بدك تقلل التعقيد بقدر الامكان، يعني لو كان في اي شيء انت بتقدر تعمله بشرط داخل فانكشن، مثلا حطه بشرط داخل 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 تلك الفانكشن على اساس انه يفشل قبل ما تحط الداتا في الداتابيز ويروح التريجر تبعك يفشل. ونشوفكم في القسم الثالث. يعطيكم العافيه.